أظن بأنه ماشي كيفاش غيساهم، بل هو ساهم سنوات طويلة ونادي رحال كرة القدم، ساهم في تدعيم بعض الفرق الوطنية، وماشي أي فرق، فرق كبيرة. كاين لاعبين اللي خرجوا من المدرسة لعبوا مع فرق كبيرة ولعبوا تظاهرات كبيرة مع فرق ديالهم، وكاين اللاعبين اللي وصلوا حتى المستوى ديال المنتخب المغربي، وهذا ما جاش عن فراغ، بل هناك عمل، هناك جد، هناك متبارة، هناك معقول، الشيء اللي كنفتقدوا العديد ديال المدارس ديال كرة القدم. الحمد لله لولا هذا المعقول ما كانش نادي رحال لكرة القدم فيما كيدعي احد اللاعبين الدوليين وقدماء اللاعبين باش يحضروا مثل هذه التظاهرات، الا اي واحد كيلبي الرغبه نظرا للصدق اللي كنعرفوا عليه المسؤولين ديالو. واظن بانه غادي في الطريق الصحيح، ولو ان هذا العمل كله الى غادي نلخصوا لك انايا، نلخصوا لك وقيلا في جمله واحده، هو ان بربع ملعب استطاع نادي رحال على انه يعطي داك الشيء اللي ما قدروش اكاديميات كبيره يعطيه في المغرب، وهذا مثال خاص يقتديو به جميع الفرق الوطنيه وجميع لي زاكاديمي اللي كاينين في المغرب.